هاتي لي شوفي قولي لي شو اختلف عندك بالشغل بالتقنيات بين سوريا ومصر لما وقفتي قدام قامه مثل قامه يحيى الفخراني، اللهجه كيف تعاملتي معها، التقاليد هناك كيف بالشغل بالعمل؟ هلا البروسيس بيشبه بعضه كثير بالعمليه بتشبه بعضها بس لما انا عملت هذا العمل بمصر كانت الدراما المصريه اصلا بلشت تعمل نقله كثير متميزه على مستوى صناعه الدراما. على مستوى الشيء التقني اللي له علاقه بالكاميرات بالاضاءه بالاختصاصيين اللي موجودين بالست صار في نقله كثير مهمه. وانا اكثر شيء وقتها هنيك لفتني انه اللي عم بيشتغلوا كلهم شباب شباب جدد خريجين سينما وشباب جدد، فهذا انت بتقدري تخيلي قد ايه بيكون عم بيعطي دم جديد للعمل وللحاله. والنص كان سوبر رائع، دكتور يحيى كان يعني اذا بدك هذا الشخص فنان وممثل بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، لانه انت ايمتى بتعرفي الممثل؟ لما بيتجرد بيكون قامه كثير كبيره بس هو بالست قدام الكاميرا بيتجرد من كل هي التفاصيل اللي هي عناوين كبيره لها علاقه بقامته، وبيكون ممثل فقط عم بيحس ويتواصل معك. هدول الكبار لانه الكبار هيك فعلا بيكون. اي فعلا فعلا رفضتي المشاركه بمسلسل سرايا عابدين، شو السبب سلافه؟ الحقيقه انه الدور انا بالرغم من ضخامه العمل والاهتمام فيه اعلاميا بالرغم من نجاحه حتى ومن نجاحه ومن الاسماء اللي موجوده فيه طبعا. بس انا الدور اللي وقتها توزع لي انا بالنسبه لي ما كان بيلبي شيء من طموحاتي، يعني ما حسيت انه رح اقدر اعمل فيه شيء، بالاضافه لانه اصلا كان النص لسه منه منتهي وما بعرف كيف بده يروح، وحسيت انه الدور منه لإلي، ما لقيت حالي فيه يعني بكل بساطه، حسيت انه ما رح يقدم لي شيء ولا انا رح اقدر اقدم له شيء. بدنا نرجع شوي على الشخصي سلافه، حادثتين مرقوا بحياتك انا متاكده انه هن ما لهم شيء سهل بالنسبه لاي حدا فينا. الانفصال عن سيف سبيعي المخرج والممثل بنوجه له تحيه، ووفاه والدك. بنبلش بالانفصال، اكيد ما رح ندخل بالشخصي كثير شو الاسباب شو كذا لانه ما حدا بيعرف غير الله والاثنين نفسهم. انتوا اكثر كابل يمكن من اكثر الكابلات اللي انفصلوا وبقيت علاقتهم سويه وبقيت علاقتهم محافظه على ليفل محترم. في طلاق محترم سلافه؟ ايه اكيد في. اكيد هلا في طلاق، بقول لك ما في طلاق مثلا مو مؤلم بس اكيد في طلاق محترم. اكيد. بس كان مؤلم بالنسبه لك؟ اكيد مؤلم اكيد. ما في حدا بيتزوج لينفصل، انت لما بتتزوجي بتكوني مقرره تعملي عائله وبدك الاستمراريه 100%. اكيد. فهو اكيد مؤلم لانه بتحسي انه فشل الحب، فشلت الحكايه اللي انت بدك اياها. ذهب تألمت؟ هذا اهم. ذهب كانت صغيره وقتها يعني لسه، بس شكل علاقتنا انا وياه من اللحظه اللي قررنا فيها ننفصل ما خلى الاشياء تختلف برتم حياتها لذهب بعلاقتها مع سيف حياتي. فهذا الموضوع يعني انا بعتقد بانه نحن قدرنا نخلي ذهب تطلع باقل ضرر من الانفصال، لانه بتعرفي خاصه بالبدايات بيتغير كثير الوضع كله، سيستم الحياه كله اكيد بيتغير. اكيد. والدك وانا ضايقتها وبعرفها، وفي ناس الله يرحم أبهات الجميع اللي توفوا، لما تلقيتي الخبر كيف كنتي قريبة منه؟ كنتي معه ولا كنتي مسافرة ولا مشغولة ولا؟ هلا شوفي ما بعرف كيف بدي أوصف لك الإحساس، هو غريب كثير. يعني بابا نحن ما تفاجئنا بالوفاة لأنه هو أصلا كان تعبان ومريض وبآخر فترة كان بغيبوبة يعني، فنحن كان متوقع هذا الشيء ما كان مفاجئ. أنا كنت بلبنان ونزلت على سوريا وكنت عم صور فترتها، بس كثير كان غريب يعني حقيقي كان غريب، لانه انا وقت اللي تلقيت الخبر مدري كيف يمكن تستغربي كانت علاقتي عمليه كثير مع اللحظه، ما كان عندي الفرصه انه ما تكون علاقتي عمليه مع اللحظه اللي اخذت فيها الخبر. لانك كنت مشغوله سلافه؟ لانه انا كنت عم صور ولانه انا كنت لانه انا موجوده لوحدي هلا كمان بالشام، اخواتي عايشين برا وبسبب وضع الحرب فانت صار في تشتت.